تعالوا على طول اكسل بتاعه المكان قريب، المكان قريب وتقريبا ساعه ساعه وربع ساعه ونص كثير من الحفل. قوه تونا بحاكين من مبارك الكبير انا ومبارك شط العشير ابو حمود. السلام عليكم. وصلنا متاخر والحين تونا واصلين شعبة انصاب نبي بنزين ان شاء الله وندش بر. قاعد يصلي بسم الله الرحمن الرحيم انه الطماشة داود الفلتاوي وسعود الفلتاوي وحسين الفلتاوي كلنا فلتاوية ومبارك الشطي مسكين هذا الوحيد مبارك الشطي فلتاوي ان شاء الله الحين راح نوصل البر ندش البر ونحط راسنا وننام باذن الله عز وجل وباكر تبلش الفعاليات بلش الفعاليات سعود الفلتاوي ومبارك الشطي هلا فيك فلتاوي كلنا فلتاوية ما يصير انت قاعد بروحك الفلتاوي اشون سايب اشطي استانس قواك الله البر فرحه نزل الاغراض الحين كله شنو عمي بابوند نابوبج الحمد لله على السلامه قواهم الله ياسين الهدوء خلصنا حطينا خيامنا على السريع هالخيام صغار ونيسه والله صبحكم الله بالخير صبحكم الله بالنور ايه شوف القمره ان شاء الله عبالكم شابين حطب وضوء لا يا حبيبي الدفايه هذه بعد انت مشغل دفايتك هذه مشغل تورنيدر صاروخ شوف قال اقلبها شي شبينا شبينا ضوء بدون حطب تعال حياك شوايه شلون حق الدفى احترقت ما شاء الله بغيت تحرق الزوليه والخيمه لا لا كان يسرب الهوز كان يسرب هذا شوف شوفه هذا كان يخر الهوز كان يخر غاز صباحكم والله بالخير هلا بالشريك حاضر دفايه ومنها نسوي الحل يبي له شويه بابونج لا 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 بسخن لك انا جايب سنافر وياي عطني عطني هذا احلى بقصم شوفوا هالبقصم حجه قوي صبر يا عيون شباب ليش ليش كذي والله هذا مكاننا قبل اسبوعين قبل أن نطلع نظفناه كله ليش كذي ليش ما يصير يا جماعه والله ايش خلصت شيل الله يكرمك زبالتك نبي نقعد ما نقدر الحين انا كنت والله ناوي اقعد نفس مكاننا بالضبط بس ما نقدر على هالوساخه لازم نشيلها بعدين نقعد ها بتشيل ريحه وايد ديسكاستنج ما يخالف نسوي بس الحمد لله مع هالسوالف انا اشوف انه في توعيه اللهم لك الحمد مو نفس قبل يعني قبل كل مكان نروح الله يكرمكم وسخ وكذا الحين لا وايد قل الموضوع الناس قامت توعى الناس قامت تثقف الناس قامت تعرف انه والله بدال اي مره ثانيه واقعد بنفس المكان اللي انا كنت فيه واشوف الوساخ الله يكرمكم لا اروح المكان وارجع والناس تي من وراي تقعد بنفس المكان ما في وسخ والله يمكن ما اخذ منه خمس دقائق ها طالع هني كانت الوساخه الله يعطيك العافيه وعافي خالي ما شاء الله يا الربيع لا اله الا الله هذا اللي قال لك على مد الشوف هذا على مد الشوف يا احلى الصوت ما شاء الله شوف الموتر يا الربع ما شاء الله طالع كل شيء محمد كل شيء الذره اتعب على الذره والشوله والغوري الغوري كل شيء موجود الله يعطيك العافيه والله تر 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 ها الاحضري ما شاء الله اللهم بارك يا حلو هالطلي شوف شوف ما شاء الله تعال حبيبي تعال تعال انت ستين على طول بالجدر ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله يلا زيدك يلا زيدك اللهم امين شوي شوي ما شاء الله تمشي يا جماعه الصبح غير ما ادري شعور تحس ما ودك ترجع تقعد تمشي اللهم لك الحمد وصوتها للطيور والفيضة تبارك الرحمن هالمرة متروسة طيور متروسة متروسة بصوا على ترغة على مسالم على شو اسمه ذيك القوبة واصواتهم يا حلو اصواتهم الخير ابو احمد صباح الخير شلونك؟ والله زين انا شلونك انت زين؟ ليش حاطط مخباتك؟ والله كشخه قالوا لي حط مخبات بعد هناك وحطيت قواك الله قواك الله ملا داوود الله يعطيك العافية انت قواك الله شنو سويت؟ حفرة حمص سويت لكم يادة حفرة 7 متر هذه قعدتنا وهذه الشراحة ما شاء الله
شنو بيسوي؟ واضحة أتوقع، واضحة؟ واضحة ولا مو واضحة؟ لا والله واضحة. يعطيه العافية شيف. يا سلام. شنو الطبق؟ مقيل قيل. مقيل قيل؟ سوقه. سوقه. أوه عاف. قواك الله قواك الله. بصل هذا بس البصل. اي بس والله. ما الفلفل ايش يسوي؟ العافية ابو احمد. الله يعافيك. دمج ابو احمد. عسل. مليون عافية. تسلم ايدك مولا داوود. صبع ولا صبعين؟ فانزاتي. هي الامير. عفس ام القفل هذا شوف القفل هو باذن الله باذن الله ما نخلص كشتتنا الا هو راكب باذن الله باذن الله يعني باكر عقب باكر راكب باذن الله اي اخرتها رابطين هذا باب الشيخ خلصنا ريوق كان يسوي على طول يذهب حق الغداء عشان ما يوعون شيء هو غدا عشاء شوف السمك يلقطون سيرفس عشان الحبايب يلقطون سيرفس يستاهلون يستاهلون احسن من غسيل المواعين احسن وايد شباب 1 2 3 استعد هلا يا هلا ابو مسعد حياك الله هلا بك اكثر شو يقول شو يقول عيال سمت سمك يا حي الله ابو مسعد مسعد قاعد عندنا وقاعد يضغطنا وحيل فينا ترى غدانا اليوم سمك ابو مسعد لا والله ابو مسعد الله يرحم والديك والله سعدتنا بشوفتك يا هلا والله سعدتنا بشوفتك قعدتك وناس الله يرحم والديك الفقير الله يرحم والديك الفقير يا هلا ترجع تسير علينا ان شاء الله الساعه المباركه اي والله نعزمك على غد انت قلت لا ما شاء الله لازم تعزم انا ولد انا ولد تعال ابو مسعد باستي وياي يعني شنو الحليب السلام عليك في حليب كفو والله ما شاء الله لا اله الا الله يا حلوهم يا حلوهم ما شاء الله يا سلام تسلم ايدك شوف شيطان شيطان يا حلوهم يا حلوهم ما شاء الله تبارك الرحمن طيحتك بيزة طيحتك بيزة يا ابو احمد طيحتك بسم الله بسم الله روح اقضبها روح اقضبها هني 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 ما صور اوش حليب اللهم لك الحمد حليب الخلفات بس شنو الموضوع ليش واقفين ورا ايش راب صافين دور صافين دور تبون حليب يلا هاك هاك عط لي ورا عط عط هاك شكرا ابو احمد بسك طيب دور 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 يلا يلا والله شريكي ها هو شيء قفوة نزل نزل فسر ها صبيان شو حلوين يا عمي بيقولوا فيديو فيديو يلا صورة جماعية 1 2 اي عندي انقطع الغاز ما شاء الله الامير عندنا كتلة درجة مو طبيعية اكمل من وانيت وداز ابو الشباب تشكبهم انقطع مقايش هذا وانيتي كل كشتة لازم يعطينا ختم لا
لازم شيء بهذلش. داود عليكم السلام. هلا اخوي طالب غايز بالغانم. اي نعم اخوي وصل غايز. شكرا شكرا. ان شاء الله الحين اركبه باذن الله. ان شاء الله عاد عدتي اللي موجوده بالسياره تكفي. لازم لازم سفلقه. وشوف شوف انت مو تحب كذي. شوف 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 الحين هذا الفرن صدنا هذه خلصت. وين الاسباب؟ الحمد لله ركب. هاي توفيق من الله سبحان الله. يعني داود عنده قايس سبير اول بوكس طلعته هو مال الشداد بوكس 15 على طول ركب. يا وكلا ابو احمد. لا لا تكفى مو مصدق. الله يعطيك العافية تغسل المعين. خلينا نشوف داود. داود يعطيك العافية. والله لابس التوس ما شاء الله. هلا هلا بالسيباس الزين. هلا تصوير سبع ريايل. عفوا عليك. مكلف مياود المواعين. حاضر حاضر. بس كذي باكري يراجعون عندي ويطالعوني. اوه استاذ انت قسم معي. والله صدق الحمله. لا ولد يشوفني يبا انت ايش كنت تقسم معي. شكله بالله. قول له هذا الشقردي هو اللي يغسل المواعين بالكشته. يلا نسوي. شو تسوي بعد؟ ما عندنا. قول له ما عندنا خدم. احنا نخدم نفسنا بنفسنا. واحد يشيل الثاني. قول له قول له اذا قال لك احمد شو يسوي؟ قول له يصور. قول له يصورنا. لحظه لحظه مبارك قاعد نسولف وحالتنا حاله. شوف البصمه اسود كفو البرق. ساعتين ساعتين فتحت مريضه. تصير فين؟ بطنها يعورها. طاري لها طير والله. راحت والله ما شاء الله. افتح والله خلنا نشوف. ها تفضل تفضل يا جماعة. السيباس التركي شيء خيالي للي ما جاب خصوصا مشوي تلفه براسك. انت مصبار؟ اي ليش؟ ليش؟ عشان الصينية الحين ينزل دهنها في طعم صبار. ما شاء الله مضبطنا الامير والله متواضع. شوف شوف يطبخ يشوي ما شاء الله. شوف شوف يتمقط. كواك الله يا ابو احمد. فيصل الحين طالع. هوبا لالا تعال. كمباس هذا فيه. كمباس ها شو مسوي؟ كمباس هذا فيه. تبارك الله اخوي سعود. الحين طال عمرك كتين العيش بالماي. وحش. بعد شوي نكت الماي بالعيش. قاعد قاعد تقلب صح؟ قوم هذا طب. هولو بوي. كنا استوى كافي عليه. واخر شوي واخر. لحظه لحظه خليني اصورك وانت تقلب. هوبا. هذا الحين ما استوى. اه الحين القلبه هذه ها؟ طيب. ما شاء الله لا اله الا الله. احمد انا مبين بالفيديو. ها؟ تبارك الرحمن. جات الحشوه كودها بالعيش. كل شيء زايد ما تقطع. اي. من عمو. طالب معي مال عيايز. مقبلات. حق السميشات. وهذا معبوت وليد الهنيزي. تسلم ايده. مشغول. شوف. سجل احسسكم بيان مركزي. يعني عشان ان شاء الله اذا دشينا السوق صادونا تعودون من الحين. لا الله فعل الله ولا فعلك. الله اخذ ابليسك. اللي يبينا ننسجن. عاش عاش. يلا بسم الله. اديله اديله اديله. اوف سوى لنا. تسلم ايدك داوود. عافيك يوسف. يلا يا ربع يلا ما شاء الله. شوف شلون شوف شلون. شو اسمك؟ شو اسمك؟ زبده. اي شفت ما شاء الله. يلا سموا سموا يا الربع سموا. حار هذا. صباح على ضوء. صار عقب العشاء دخنا جهز حق النوم. شب بخور حق خيمه ضبطها ان شاء الله. حط راسنا وننام باذن الله. صبحكم والله بخير. زين القعده زين شبت الضوء يا زين الربيع يا زين صوت الطيور ويا زين ريحه البابونج. صبحكم والله بخير يا الربيع. متاخر. صباح النوم. هلا هلا ابو ناصر. هلا هلا والله هلا 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 فانزاتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اخر تجهيز صار اللي هو الشد زائد الصناديق هذه. طبعا تجهيز سيارتي من زمان عند محل فيوز بشويخ الصناعية يم محل سنيدي. الصندوق هذا كان من شركة يو ار افود. الله يعطيكم العافية. عاش بو احمد. عاش بو احمد. سوي لنا حليب بالزنجبيل والزعفران. تسلم ايدك. يا سلام سلم. عطني البقسم حبيبي. هذا البقسم كافي. هذا يقول ان البسكوت هذا اي والله يا جماعه لذيذ. خير. شوف 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 هالانسان ايش كثر يتعب عشان يصور ويضبط لكم ويسنع لكم.
واكشن لكم واصور لكم الحركات والاكشنات. وما شاء الله عليك يا حميده تشقى وبارد مبرد احنا ني ونطق اللينك ونطالع فيديو. شوف شوف الترقه شوف الترقه شوف الترقه تبارك الرحمن. فقرة التمشي وهي احلى فقرة انا بالنسبة لي. اي والله يا هلا بالوضح يا عمري الحنون يا عمري. يا عمي وخر ما علي. سلام. هذه ايدي هذه الخبزة. ايوه بطلة بطلة شاطرة. نبتولد قريب. تبارك الله يسهل عليها نقول امين. يلا يا رب روح الحياة ولا السيف. شاوي ابو احمد. حياك الله يا مرحبا. كيف حالك؟ طيب الله يحييك. الله يبارك فيك. 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 تقلع برا وتسعر برا مفروض. يا هلا ومية هلا ابو سليمان وابو محمد وابو احمد وابو احمد يا زارونا بديارنا. يا هلا بهم مية هلا. الله يبارك فيك يحييك. الله يردهم ان شاء الله لبلادهم مسالمين وغانمين ولا يخرعوهم. الله يزيدهم من قاعده مع ابو نمر ومع ابو مساعد. شوف العشوم وسوالف. الله الله ويزيدهم من قاعده. شنو المعلومه اللي اعطيتني اياها توه؟ معلومه الطيب عند اهل الحلال اهل البل بالذات وحتى الغنم يمكن يا ابوي. ابد ابد. ها مثله كله ابدا حتى الطفل الصغير والطفل الابغض الصغير اللي تو طالع سنونه ما يدان يطيب. ما يدان يطيب يسبب التهابات. سبحان الله. فالطيب عند الحوار هذا على طول سم يذبح الحوار على طول. يا سبحان الله. ما شاء الله لا اله الا الله. عصب عصب العنونه. وهذا نعرضه على ذاك الكويتي. كويتي يا بوي شنو هذا؟ يربيون يا بوي جاي من فين؟ شوف الربع على ثوبه على نظاراته. شوف 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 هدل 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 ينادي اللي هناك بعد تبارك الرحمن. شو شو جايين جايين خيمتنا عقب التمشية الحلوة. صح النوم صح الدنيا معك فيصل. صباح النور. يلا بس النوم هذا تبين انت ولا ما تبين؟ ايه ابين الحين تبين اكثر. ها اي واضح يا انا والله. يا هلا يا هلا يا هلا ابو مساعد. يا هلا يا هلا يا هلا. ريوقنا متاخر يا ابو مساعد سموحه. والله ريوقه وحالاته الحين والله عشان الغداء متاخر. ريوق الغداء ايوه هذا مشكله. ابو مسعد ابو مسعد سلامات عسى ماشر. والله يا شو الدكتور يسوي يدين في مجروح تخبر. نروح نتمشى ان شاء الله بالفياض نشوف هنا عند البيوت القديمه اللي عند المرضمه. شوية فرة سريع. هذا بيوت الطين الصجية. شوف كم سنة ما شاء الله. شو رايكم بالمكان؟ بركات الملة. كماك الله الملة. أنا والله. شوف تبارك الرحمن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال لك ربيع يشرح الصدر هذا تبارك الرحمن.
ما شاء الله يا ربيع، لا اله الا الله. سلام. أبا يا حلاة المكان. على شباب مبرزين، بس ما اقدر ادخل وايد لانهم انا كله ماي تبارك الرحمن دار مدارهم، فاعطيتهم القلص وان شاء الله يطلعون سيارات. ايوه ايه روح روح بطل بطل. ما شاء الله ما شاء الله المنظر. هذا مغرس بنص البر قبر. شنو كنا قبر؟ هذا قبر والله. شنو قاعد انصور؟ هذه قبرين. شوف يا هيك شنو هذا مبارك؟ جرجير بري. جرجير بري. شوف هذا انا مصور لك فيديو بروحي بس. صدق؟ يلا سوي فيه شيوخ. بالعافية بالعافية. مع الرمل ماله ها؟ يلا يلا سلام. بارك الرحمن. شوف شوف لا اله الا الله. شوف بعد هنا لقينا ادمي. سبحانك يا رب. يا هلا يا هلا يا هلا. آه ولا شيء صح؟ شوف 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 طالع ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. عاش بالعافيه بالعافيه. ايش قاعد تسوون؟ قاعد ناكل. عافية أرض الله نعمة سوقة disgusting. بالعافية 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 أبو فيصل. الله يعافيك. أيوه أخذ حق السلطة والله. الله يا حلو الربيع يا حلو الوناسة. مشى وصلنا أماكن حلوة تبارك الرحمن. شوف الربيع لا إله إلا الله يشرح الصدر. حيل اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. هذا المكان لا أحد يسألني وين لأنه ما يصير والله ما يصير. تبارك الرحمن. شوف ورقة العوسة جي الرابع ما شاء الله تبارك الرحمن. مفرارة وناسة ودفنة. يعطيك العافية أستاذ داود. مولا داود يا هلا يا هلا مرحبا. إن شاء الله عشة دفن بلحم موزات إن شاء الله. عادي أكل الحين ولا ما يصير؟ بس هذا مستوي. تسلم ايدك مولا داوود. والله والله تسلم ايدك والله مضبطنا. اتحدى واحد عندك. منو؟ ما اخاف اقول اسمه يعصب. قول قول. اول حرف من اسمه وليد العنيزي. ونعم ونعم العود هذا. ونعم. عسى ان شاء الله طاب خاطرك اليوم بس. اوه دشينا ابو كول الكف الكنزي. الكف الكنزي. سر ما اقول لكم. بغيت افلص. والله استانست صراحة. أهم شيء الواحد ما يخلي شيء بخاطره. أي والله صراحة وناسة. الحمد لله. صدق بغينا نروح بزعبل. كل بيز واحد. كلينكس. الله يخص بليسك. كفو. هذا شنو هذا؟ طلع الكنز طلع الكنز طلع الكنز. خوش حجوة. تصور والله. ها نسمي؟ لا 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 انظر انظر شوف ننظر؟ صباحا. اي والله اللهم لك الحمد. تعشينا هالشب الشحاته والويوه السفره. بالعافيه بالعافيه والله. سلام يا سلام على القعده. وانا مصدق اقول يا حلو هالقعده والله. الربع قعدتكم ما تنمل بس تصبحون على خير. يلا تصبحون على خير يا الربع تصبحون على خير. لا لا وكلمنا بنور ضحكوا ضحكوا ضحكوا. اضحك اضحك. فيصل شو حاط لنا بالشاي فيصل؟ هذا طال عمرك الشيح البري. صيد اليوم اخذنا منه من الفيضة ما شاء الله لقينا منها نابة الشيح واخذنا منه. شم شم ريحته. بعد مرة. يا سلام.
صباحكم الله بالخير، اللهم لك الحمد، صلينا الفير قعدنا الحين شوي ان شاء الله نضبط الريوق. يا سلام، صباحكم الله بالخير يا الربع. اهلا وسهلا سعوده سعوده. صباح الورد. صباح الخير. شنو هذا ابو احمد؟ يا سلام، شوف شوف ريحة نعناع. شنو هذا؟ شو اسمه مبارك؟ هذا يا ربع اسمه شيح بري، يسوون منه شاي، لقطناه بالقاع امس بالفيوم. ريحته خنينه. انت الخنينه. مع الشاي ولا مع الحليب؟ مع الشاي. يا سلام. اي دير بالك لا تخمط الشيس هذا. جبن جبن جبن، هذا كله شحم يا ربع، كله شحم عشان يسوي الخلطه. حرام عليك. ما حد لاقك، فشلتنا شهد لاقك. بيض عيون عشانه. يلا نقول بسم الله. احلى خبزه. تسلم تسلم. بسم الله، انا مخصي الريوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا قاعد يجهزون حق الغداء ما شاء الله. لا اله داود، ايش قاعد تسوي؟ والله توها قانصين ورم نبله، بس ورم نبله. ياه ها موجود. شوف شوف هذا السهم ما شاء الله. لا اله الا الله. كالله قواك الله. طبعا من يغسل المواعين؟ قامر هوايتي. الله يعطيك العافيه. كبير كفو والله ابو احمد كفو. برتقال الله يسوي بس. وايد الريحة، وايد الريحة. داوود سوي لنا باب جزاك الله خير. شوف وجهك داوود يطبخ جزاه الله خير. وذي يدحرونه. ايه ابو فيصل يقصص، ولا زال ابو احمد يغسل المواعين. اه الامير يا تسوي الامير قاعد نحمش الباب. شوف وينه ما شاء الله. هذا الفرن المبروك. هذا الفرن اخوي سعود قاعد يقول اقتراح. شنو اقتراحك اخوي سعود؟ انا اقول لي يا ابو محمد ما ثانيه، لو احد يسالك عن مواقع الكشات لا تقول، حتى انت بالفيديوهات لا تقول الموقع وين بالضبط، لا تدز احداثيات. شو السبب يا اخي؟ الكش تنين المكان نظيف، ثاني كش تنين زباله. والله الزبائن شفته اول ما جينا شنو كانت الزباله، وهذا نفس المكان اللي انا كاشت فيه قبل تقريبا شهر او اسبوعين ما ثلاث اسابيع ما ادري بالضبط. يا سلام تحمش الباط. عاش والله ابو احمد اللي قاعد يجمع لنا بابونج. عاش يجمع لك انت فقط. يا كفو والله كفو. اوه حجي خلص بابونج لفيضك ما شاء الله. يلا سعود طبعا انا كمير طوف لك اياها بس. صدق؟ انت ولا ما ولا ما ما تحب كذي انت ها؟ لا حشو لحم بطاطا. لحم بطاطا لحم مفروم بطاطا. يا اخي والله مضبطنا مولا داوود. والله العظيم تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك. هاي سلطه ايش بنت وايش بنت؟ اجي مو كثر ايش بنت؟ شمندر. باقي شدتين ما ثلاث حطيتهم كلهم؟ عشان لا تقول والله شمندر شويه وايش بنت وايد. يلا بسم الله. يلا يلا سعود شيلي قشك شيل اغراضنا الباقي ان شاء الله ونشوف كان في وسخ الله يكرمكم ولا شيء نشيله وخلاص. هني دثرة داوود الحين دثرتك يعني. ها ما عينك. انا غلطان شوف لازم. لا انت الله يعطيك العافيه. طاح التانكي طاح. قاعد يحلبون التانكي. خلص الماي قياس اشوي الحمد لله تانكيين 200 لتر و 140 لتر. يا الله لك الحمد. بنهدها الربيع الطيب الاشحالات اللي يشرح القلب. وهذا مكاننا. خلصنا شلنا خيامنا، راح يبقى بس مكان شربة الضوء، يمكن اني مرة ثانية نكشت الله يعلم ونحط بنفس المكان وباقي اغراض الربع ان شاء الله وتوكل على الله. هذول يا جماعة الله يكرمكم زبايننا مال اربعة ايام. ونتوكل على الله ان شاء الله ونشيلهم. قواكم الله يا الربع. الله يقويك. سامحونا على القصور. شو مسوي انت؟ شو مسوي؟ شو مسوي؟ شو تقول؟ شنو هذه متعودين؟ متعودين ما سوينا شيء والله، حطيت ثلاث اكياس فوق. الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم الصحه والعافيه، ما قصرتوا. هذه الزباله الله يكرمكم. نهايه المطاف يدا بيد لا
لنعمل جميعا من اجل تنظيف بيئتنا، تستاهل بيئتنا. الله قوم قواكم الله يا ربعي. الله يقويك يا ابو محمد. سامحونا على القصور. ما من القصور. الله يسر الله يعطيكم العافيه. حبيبي اهم شيء استانستوا. استانستوا. ويلا بس. يلا مع السلامه.